سير ناسي سير الله يسهل مفاجئ بصراحة بلاد الجور هذا خبر مفاجئ أخويا البصل اللي كتشوف فيه راه هو باين على كيعبر على الأخلاق ديالو الكروي والثقافي ودركة في المستوى وكنجي مزيان واش اللي قدر الله هو هذا ما عندنا ما نديرو والله دا الله ما عندنا ما نديرو كيفاش؟ اسباب عادية موت عادية كان لاعب ماتش طاح عادي ما سكتة قلبية شي اللي قال لي المدرب ديالو شي اللي كيقول الحالة صعيبة بزاف صعيب ماشي على عائلته حتى الجيران حتى الجمهور المغربي ككل كل الكروي كله مأسف لهاد الفاجئة ديال هاد الطفل هذا اللي كان جاي مزيان في المستقبل ديالو الله بغاه ما عندنا ما نديرو هذا إنا لله وإنا إليه راجعون نقولش لك عليها لأنه ولدنا وصراحة الله نقولها وكبر معانا بحال وليدنا والحياة والصلاة والدين والآداب والأخلاق كل شيء فيه وهذا مكتب الله سبحانه وتعالى في هاد العواشر ما عندنا ما نقولو أجال وصافي الخبر ديال الوفاة ديالو حال الصاعقة الصراحة نقولها تفاجئنا أنا واقفة في الباب كنسمع الغوت ديال المو ديالو مسكينة غير جداتو مامو مسكينة راه باراليزي الله اللي كيعلم وصافي زعما خبر واعر ما نقدروش نوصفوه صراحة الله نقولها كيبقى ولدنا وزعما إنسان عظيم من جميع زعما الترابية من كل شيء كيفاش كانت السلوك ديالو؟ أحسن سلوك تخلق آداب أخلاق دين كلشي فيه الله يرحمه مسكين والله يوسع عليه ضيقة القبور الله يثبته عند السؤال الله يصبر العائلة ديالو يصبر الأصدقاء ديالو اللي كان كيلعب معاهم الله يصبرهم كاملين الله يصبرهم كاملين البارح مع الصباح غادي بيه بابا مسكين غادي بيه الكورانيس ركب هو بابا وغادي بيه هذيك هي آخر مرة شفته الحمد لله الله يصبر هو اللي عندهم؟ لا هو الصغير كاين خوك كبر منه الحمد لله الله يجعل ربي يصبر ميمته ويجعل اللي ضاع عليها في هذا الوليد وتعوض له في الاخر هو عزيز الله سبحانه وتعالى عز منه شي ما تمنوا لهم الله يصبر الجميع الله يصبر الجميع